ام واو انت لينا هي لينا واو هيدي انت وكريم هيدي الصوره اللي بعثوا لي اليوم قلت بدي بروزه كل الناس كانت عم تبعت هالصوره لبعضها تتفرجي صوره هالام اللي لقطه وبعرف منك انه هذا مش ابنك هذا ابن هذا صاحب ابني اوكي اسمه كريم كمان مثل ابني كريم انا نزلت اساسا كرمال ابني وكرمال كل هالولاد بنتي منا ساكنه هون ساكنه بامريكا لانه ما ابنك عم ينزل من الاول ابني عم ينزل من اول يوم وانت نزلتي معه من الاول اكيد دفنت ليه عم تنزلي معه لينا لانه شفته انت تلعبي هيدا الدور ايه ليش لا قال لي امسكي هالساندويتشز انا كنت انزل تحت يوزعوا سوب ناكل سوب ونمشي كلنا مع بعض شي عم يحضر ديسكشن شي عم ياكل شي عم يمشي اعطاكي هول اعطاني الساندويتشات قال لي وائل طعميهم قعدتكم طويله قلت له ثانك يو وائل مسكت قلت له كريم ما بدك تاكل وشوف اصحابك اذا بدهم ياكلوا قال لا ما ماني جوعان اذا معك مي قلت له يلا اوكي خذ مي قعدنا بعدين سمعنا حدا عم بيصرخ عملوا ست ان وقفوا بوجنا كل هيدول صاروا يزحونا سحبوا اثنين ما كنا نحن اول صف نحن كنا ثاني صف سحبوا شابين عم بيصرخوا كلهم البنات والشباب والامات يعني انه وين اخذينهم بعد شوي شفتوا عم يسحبوا لكريم مسكته تمسكت فيه كانه ابني سحبوا لكريم بعد شوي لا ما رجعوا قدرت ما قدرت تحميه ما قدرت شديت سحبوه رجعوا بعدين فلتوه بعد شوي كان بده يسحبوا ابني كريم نمت فوقه تخيلي يسحبوا ابني صرت قل له لهيدا قلت له امسكه قل له انت مثل ابني انت مثل ابني ليه عم توقف الله يعينه اكيد الله يعينهم عن جد احنا مع الجيش اساسا في منهم عن جد انتوا بس فكروا كمان هن الشباب مش كتير مبسوطين واماتهم كمان عم بفكروا عتلانين همهم وعم بفكروا فيهم مش هيك نحن بنقول لكل الامات ينزلوا بيعملوا شيء